كان بيضايق بعض الناس الجزئيه دي يا خالد، يعني هل كان في ردود افعال سلبيه شويه او الجماهير تقول لا طب انت مزودها شويه لما انا بتكلم على، يعني هو دايما بيتكلم مع لاعبي سان داونز بيديهم مثل بالنادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي وكميه البطولات، كان في بعض ردود الافعال اللي ممكن تكون يعني سلبيه في الجزئيه دي؟ بنتكلم على هنا من مصر؟ لا لا هو بيتكلم هناك، انا بتكلم انت موسيماني بس عشان نفهم ان هو كان بيدي مثل طبعا للاعيبته لعيبته يعني هو بيدي المحاضره شايفين النادي الاهلي ازاي شايفين فلان ازاي شايفين فلان ازاي، انا عايز نوصل لده، انا عايز نوصل للبطولات دي، انا عايز نجيب مدرب طموح جدا جدا انا عايز نوصل لده، بيشتغل على نفسه كتير، انا عايز نوصل لده، انا عايز نعمل ده، فطبيعي انت بتخرج طاقه اللعيبه بتاعتك انك لازم تديله دفعه معنويه تحفزه. طبعا لازم تطلع ما هو تستثيره يعني مش كابتن حضرتك مدرب كبير مش بس فني طبعا انت شغلك مش بس فني، انت ازاي انت بتكون دكتور نفسي مع اللاعبين طبعا ده انت بتكون بتحفظ لعيبتك في الملعب فني نفسي بره، انت بتعمل كل ده، انت عليك عاتق كبير جدا لو مش عارف قيمه المكان اللي انت رايحه او المكان اللي انت فيه، سواء اذا كنت انت في ماميلودي سان داونز او النادي الاهلي. على فكره كوتش بيتسو درب 3 فرق ده حقيقي يعني 3 فرق 2 2010 2012 منتخب جنوب افريقيا، قبل كان موجود مع منتخب مساعد بريرا في 2010 كاس العالم 2010 2012 الهيد كوتش بتاع جنوب افريقيا وبعدين من 2012 2016 اعتقد قعد 4 سنين مع المنتخب لا سنتين مع المنتخب ورجع قبل المنتخب كان مع سوبر سبورت مظبوط اخذ الدوري مع سوبر سبورت الجنوب افريقي وبعد كده من 2012 موجود مع ماميلودي سان داونز اكتر فتره قعد فيها يمكن بيتسو موسيماني كان ايه بقى الصدى رحيله عن النادي ومجيئه هنا للقاهره وقياده النادي فريق النادي الاهلي؟ اكيد كان في كلام كتير جدا، اكيد كان ترند عندهم في بلده يعني طبعا. كان ايه الكلام اللي بيدور هناك؟ كانت الصحافه بتتكلم عن ايه؟ الراي العام سوشيال ميديا؟ لو احنا بنتكلم فير خطوه ونقله كبيره جدا جدا لمدرب جنوب افريقي انه يتنقل من اقصى جنوب القاره لشمال القاره، الكوره موجوده فين بحماسها بشغفها، طبعا نقله كبيره جدا جدا على المستوى الرياضي والمستوى السياسي. حضرتك شفتوا طبعا رئيس جمهورية جنوب افريقيا انه طلع وهنى بيتسو موسيماني على النقله النوعيه اللي هو عملها اللي هتفتح ابواب لمدربين جنوب افريقيا. على المستوى الجماهير اكيد بعض من جماهير ماميلودي سان داونز كانوا زعلانين ان الكوتش بتاعهم يسيب. بعض الناس العاقله تقول لك لا هي فرصه كبيره ليه ان هو لازم يخرج، لازم فعلا يوري التالنت بتاعنا بره، لان احنا في جاب بيننا كبير جدا بيننا شمال، انا بتكلم على الدول الشمال شمال افريقيا ودول جنوب افريقيا. فلا طبعا عمل صدى كبير ولسه موجود لحد دلوقتي طبعا. ازاي الناس بتتكلم؟ ازاي الناس بتتكلم؟ النادي الاهلي النادي الاهلي حتى الناس بتتكلم النادي الاهلي، النادي الجماهيريه الاولى نادي القرن مش بسيطه، نادي القرن الافريقي على مستوى 100 سنه نادي القرن تكلمي لما بتبقي في افريقيا نادي القرن طبعا. الناس بتتكلم مين ده النادي الكبير، حتى انا ما بيبقى موجود النادي الاهلي انت بتتكلم النادي الاهلي، حتى لما بتقعد تهزر وبتتكلم معاهم يا عم انت مين، انا احنا شفنا تيشيرتات بتاعت النادي الاهلي انتشرت جدا في جنوب افريقيا و2000 السنه اللي فاتت خبر. طلبت تيشيرتات بالاسم لبعض من الجهاز بعض الجهاز